هل رأى النبي ربنا جهرا؟ سئل النبي عن ذلك فقال رأيت نورا. وفي رواية نور أن أراه، أخرج ذلك مسلم في صحيحه. قد قالت عائشة ما من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.